السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مروة أو ماما تعدي. لو أول مرة تشوفوني بليز اعملوا لي لايك للفيديو ده وسبسكرايب للقناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل الحاجات الجديدة اللي أنا بقدمها. بجد مرسي لكل الناس اللي بتتابعني ومرسي لكل الناس اللي بتدعمني وشكرا ليكم جدا جدا جدا. والنهاردة أنا حابة أشارك مع كل الفولورز بتوعي وكل السبسكرايبر، حابة أن أنا أشارك معاكم لحظة فتح البين كود. والنهارده كان حاجه من الحاجات اللي انا كنت مستنياها اكيد طبعا، يعني بقالي فتره، وهي ان وصول ظرف جوجل ادسنس وان انا ابدا ادخله علشان يعني ابدا افعل القناه. دي حاجه بصراحه من الحاجات اللي فرقه معايا جدا. وعايزه اقول لكم برده ان بجد انا كل مره او كل حاجه بتحصل بتفرحني دايما ببقى عند ماما. يعني اول ما حققت الشروط اليوتيوب ودخلت من ضمن شركاء اليوتيوب كنت عند مامتي، ودي كانت برده حاجه حلوه بالنسبه لي. والنهارده برده وانا عند مامتي يعني قالوا لي برده ان انا المفروض ان انا اروح استلم الظرف الخاص بجوجل ادسنس، ودي برده حاجه يعني بسبب بصراحه دعوتها وبسبب دعمها ليا، وان هي مؤمنه يعني بان انا اقدر ان شاء الله احقق حاجات تكون كويسه جدا في القناه وان انا اكون فعلا فعاله. بجد طبعا انا بحب اشكر مامتي جدا جدا جدا، وبجد فعلا الجنه تحت اقدام الامهات، وزي ما احنا يعني زي ما احنا كده يعني ايه امهات، فاحنا بجد يعني بنمن بكل الشكر والتقدير لاهالينا والامنا طبعا بالذات لانها بتبقى تعبانه جدا جدا معانا، وكفايه بس دعواتهم الحلوه. وعشان ما اطولش عليكم يلا بينا نفتح الظرف مع بعض. طيب قبل ما افتح الظرف حابه ان انا اتكلم معاكم واقول لكم اي قناه جديده، اي قناه يعني مثلا متكعبله في تفعيل مثلا جوجل ادسنس مش عارفه ايه الخطوات، كلموني اكتبوا لي في الكومنتات وكلموني وتواصلوا معايا وانا بجد هساعدكم. انا الحمد لله والشكر لله انا اللي فعلت قناتي بنفسي، محدش خالص فعلها لي ومحدش ساعدني في التفعيل خالص، وانا اللي دخلت يعني كل البيانات والموضوع كان طويل قوي يعني عشان نوصل للحظه دي، فالموضوع كان طويل جدا يعني، فالحمد لله ان احنا وصلنا مع بعض اللحظة دي. طبعا انتوا فاهمين ايه هي شروط اليوتيوب، عشان كده انا لسه هبدا احط البين كود عشان القناه بتاعتي تبدا تدخل بقى في الربح. تمام، فربنا يسهل ان شاء الله، وبجد بمتابعتكم وبدعمكم ان شاء الله اقدر ان انا اقدم لكم حاجات كويسه جدا، ودايما نتمنى نكون بنحب الخير لبعض ونكبر بعض. وبجد ميرسي جدا لكل حد يعني وقف جنبي وكل حد عمل لي لايك وكل حد كتب لي كومنت، وميرسي لكل الناس اللي مشتركه عندي في القناه، وميرسي لكل الناس اللي بيكتبوا لي كومنتات حلوه. ويلا بينا نفتح الظرف بقى مع بعض. طيب بصوا كده، تعالوا نتعرف على الظرف قبل ما نفتحه. ده مكتوب عليه جوجل ادسنس، مكتوب عليه هنا اللي هو بنزيل الحواف، هو انا طبقته كده من الجناب عشان لما ازيل الحواف طبعا بالبيانات بتاعتي والعنوان بتاعي. تمام، وانا كنت كاتبه رقم تليفوني، فالموظف كلمني وقال لي ان هو موجود وتقدري ان انت تيجي تستلميه، فرحت طبعا بسرعه جدا رحت استلمته. ده بيبقى شكل الظرف. انا ازيل الحواف عشان يعني اشارك معاكم الفرحه دي، يا رب كده تكون واضحه. تمام، هو كاتبين عليه مروه هنا، هو انا رحت بالبطاقه رحت استلمته بالبطاقه. طيب هشيل الحافه دي اللي هم قالوا عليها. تمام، وهشيل الحافه الثانيه. المفروض ان هو جوه الظرف ده بيبقى فيه رقم مكون من 6، يعني فيه رقم مكون من 6 ارقام، الارقام دي بندخلوها على جوجل ادسنس وعشان تبدا اللي هو تفعيل القناه. تمام، هبدا ان انا افتحه برضو من هنا من الجنب، والظرف هنا مقفول. الحوايف برضو اهو، دي برضو جزء تاني، انا عملت كده الحوايف. ماشي، واحدة واحدة مع بعضينا كده اهو. كده المفروض ان انت يعني احنا ما نقطعش الظرف من النص. تمام، المفروض نقطعه كده، وده الرقم اللي هو هيبقى موجود جوه، هو الرقم اللي انا هدخل شكل الجواب من جوه اهو. تمام، هو يعني معمول الجزئيه دي بس عشان تغطي ما يبقاش شفاف، محدش يشوف الكلام الموجود فيه. مكتوب عليه هو جوجل ادسنس، رقم التعريف اللي هو البين لحسابك في جوجل ادسنس، مرحبا بك في جوجل ادسنس، لم يتم
اي اعداد حسابك لتلقي الدفعات بعد. تمام، يرجى اتباع التعليمات، سجل الدخول على حساب ادسنس، و2 بعد ذلك يجب الانتقال الى الدفعات ثم اثبات الهويه وصحه، يعني بيقول لك الخطوات، ودخلها وارسل وابعت. اخيرا يجب ادخال رقم التعريف الشخصي والنقر على ارسال. تمام، وهنا الرقم اللي هو اللي انا مدرياه ده طبعا لانه هو حاجه خاصه بي انا بالقناه بتاعتي، فهو هنا موجود 6 ارقام. اتمنى منكم الايام الجايه ان انتم تدعموني اكتر وان انتم تشوفوا الفيديوهات اللي انا بقدمها. وبجد انا بقدم محتوى يعني من وجهة نظري طبعا هو محتوى ممتاز، وان شاء الله من وجهة نظركم، وناس كتير جدا بتديني كومنتات حلوة. بجد ميرسي لكل حد اعطاني كومنت ورفع معنوياتي وخلاني اقدر اكمل على الرغم من كل المشغوليات الحياة بتاعتنا، وطبعا بسبب طبعا عدي ربنا يا رب يخليهولي. وميرسي جدا ليكم ولوقتكم، وتابعوني هتستفادوا حاجات كتير جدا ومنتجات كتير قوي هتعرفوا عنها معلومات وخبرتي. ولو انتم محتاجين اي حاجة اعملها لكم بجد اكتبولي في الكومنتات، وميرسي ليكم ولوقتكم، ويا ريت انا اكون فعلا بفيدكم. وباي باي.